في بدايه الامر يعني هقول لحضرتك هو بالنسبه للتيار الاسلامي خلافه للمؤسسه الرسميه انقسم ثلاثه فئات او ان شئت قلت اربعه يعني، بس انا بتكلم على التيار السلفي. في فئه من التيار السلفي خافت تنزل فقط، مش اطفاء للشرعيه على الوضع الموجود، فخافت تنزل لانها تعرضت للبطش وخافت ان الكلام ده ما يتمش الى نهايه محموده فيتعرضوا ويكون هم اللي في وش المدفع اللي يحصل. وفي فئه ثانيه نزلت من البدايه مدرسة أخرى مدارس سلفية، وفي فئة مصنوعة كانت موجودة هي اللي موجودة في الإعلام وموجودة في بعض المنابر لتسبح بحمد الحاكم، وهؤلاء اللي قالوا الخروج حرام ولي أمر والكلام ده، دي فئات كانت موجودة. جماعة الإخوان نزلت برضو من البدايات بعد يوم 28 خاصة. دي مش قضيتنا الآن، أنا بقول العمل الثوري بطبيعته استئصالي، العمل الثوري بطبيعته استئصالي. طيب اسمح لي بس أنا هقطع حضرتك وهرجع لك تاني. كان في لغط كثير أثير حول الدكتور ممدوح حمزة وأنه بيدعو إلى تخريب البلاد من خلال تسجيل صوتي أو فيديو بث على المواقع، يعني أكيد مسرب من جهات أمنية، واتهم بأنه مخرب وما إلى ذلك. ويهمنا نسمع رأي الدكتور ممدوح حمزة لو معانا على التليفون دلوقتي يا شباب. ألو، أهلا مساء الخير يا أستاذ. أهلا أستاذ وائل، إزاي حضرتك؟ أهلا. حضرتك في القاهرة ولا لسه مسافر يا دكتور ممدوح؟ لا أنا برا. طيب حضرتك في تصريح منشور في اليوم السابع بكره. انا سمعت كل الكلام ده وقلت رايي امبارح في بعض القنوات الفضائيه. ايوه. والنهارده عملت بلاغ عند النائب العام. أيوة. في كل من نشر هذا التسجيلات. أيوة. لفابريكا. ايوه. ومكلف خبير صوتيات. ايوه. شغال عليها ابتداء من النهارده. عظيم. لا هو بدأ امبارح علشان يشوف الشريط ده او التسجيل ده اتكون ازاي. عظيم. تتوقع يكون مين وراء تسريب التسجيلات؟ وجات لي بعض النتائج الاوليه. أي. ان هم ثلاث تسجيلات. أي. انا بصراحه ما سمعتهمش لسه. التسجيل الاول عباره عن دقيقتين فيهم 12 مقطع، دقيقتين متكونين من 12 مقطع متلزقين جنب بعض متاخدين من كلام متفرق في اوقات متفرقه، وايضا بعضها مش مني مباشره عن طريق الانترنت، يعني كلام انا قايله في الانترنت، وبعضها متاخد من تسجيلات تليفونيه. عظيم. وده بيبان خبراء الصوت يعرفوا ده تسجيل مباشر ولا غير مباشر. هو خلص الاول، لسه شغال في الثاني والثالث. بعض من ضمن النتائج اللي قالها بعض التسجيلات مش صوتي، تقليد متجمع متركب فوق بعضه متعمل له مونتاج، وانا باخد اجراءاتي هعمل ايه. انا بقى ربنا حكم عليا بكده. طيب مره يقول لك انت حرقت المجمع العلمي. ايوه. وتعالى مين اللي بيقول ده؟ تفتكر مين يا دكتور ممدوح؟ يعني الو، تفتكر مين اللي وراء هذه التسريبات او هذه الفبركات؟ يعني والله يعني الراجل بتاع خبير السلطات قال لي حاجه غريبه جدا، قال لي ده طبعا تيم قاعد جمع لك حاجات من مثلا 7-8 اشهر وقاعد يوضب وياخد كلمه من هنا على كلمه من هنا يحطها مع بعض. بيقول لحضرتك دقيقتين فيها 12 مقطع، يعني المقطع 10 ثواني. ايوه. طيب ما اعرفش مين. وبعدين قال لي ده بيتكلف، الكلام ده بيتكلف، يعني في حد دفع بس تقنيه بهذا المستوى. يعني جيش او ميليشيات من الكتائب الالكترونيه قاعده تنشره، ما فيش حاجه في مصر اتنشرت بهذه السرعه. ايوه. ولا حتى السي دي بتاع التوقيت كمان كان لافت للنظر. الاخ مش عارف اسمه حسام الفتوح اتنشر بهذه السرعه. توقيت عظيم. حاجه خطيره جدا. طيب. يعني ناس قاعدين لي يعني. دكتور ممدوح، ربنا باذن الله يطلعني زي ما طلعني في قضيه لندن. ما هو برضه لو حضرتك فاكر يا استاذ وائل وانت كتبت في صحيح ذلك الوقت. صحيح. قضيه لندن كانت بنفس الطريقه. عظيم. شرايط من الفابريكه. عظيم. طيب دكتور ممدوح، يعني احنا بكره بنعمل بلاغ تاني بقى عند النائب العام، مش على النشر، على التزوير. على التزوير باذن. طيب. الله خبير. ولكن دكتور ممدوح، يعني الدعوه الى اضراب عام او عصيان مدني او 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 مش ده اجراء يعني بتكفله دساتير ومواثيق حقوق انسان؟ هل هو دي جريمه يعني؟ انا 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 الاضراب ده حق شرعي. أيوه.
والعصيان المدني حق شرعي، ودي الطريقة السلمية الوحيدة للتعبير عن غضب أو حزن الشعب. صحيح. لأنها طريقة سلمية تكفله جميع الدستورات العالمية وجميع وثائق حقوق الإنسان. أي. المفاجأة لحضرتك يا أستاذ وائل إن أيضا العصيان المدني قانوني عظيم، كده مكتوب في كتاب الدكتور المستشار طارق البشري اسمه مصر ما بين العصيان والتفكك. عظيم. والكتاب ده مصادر عن دار الشروق. لا، وكتير من اللي بيهاجموا العصيان المدني الان لوحوا به ودعوا اليه قبل شهور وقبل سنوات. يعني يا فندم ده كان الكلام ده في 18 يوم الاولانيه اتقال عليه. هاي. وانا عامل بيه منشور في شهر سبتمبر 2010. بس العصيان المدني له وقته وله معاد وله ترتيبات. يعني اختلف حوالين التوقيت وحوالين الظروف، ولكن المبدا يعني نفسه. العصيان المدني مش وقته يعني. انا النهارده مانيش من محبذين العصيان المدني. عظيم. العصيان المدني بتعمله لكن لا لا عيام حسني مبارك. لا تجرم ولا تخون الداعين اليه. افندم؟ لا تجرم ولا تخون من يرون ان العصيان المدني طبعا مهم. واي واحد مين يقدر يخون مين؟ ما لا، في تخوين وفي تكفير دين. هم مين هم دول اللي خونوا ولا ولا كفار؟ هم مين؟ هم ربنا ولا القانون؟ ما شاء الله. ما اللي عنده حاجه يروح للقانون، يروح يعمل بيه بلاغ. صحيح صحيح. اشكرك. والإضراب حق شرعي. ايوه اشكرك يا دكتور ممدوح، وترجع بالسلامه ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب احنا هنخرج لفاصل قصير وهرجع لشادي الغزالي حرب، عنده اكيد ردود عديدة جدا على معظم ما قيل. انتظروني.